أنا الحسيني عادل من فريق طاقة مصر والمسؤول عن كوكاكولا العمرية. تعالوا مع بعض نروح نشوف طاقة مصر قدرت تعمل إيه الكوكاكولا العمرية. Coca-Cola this year is celebrating its 130th year in business. So as a company, we have to make sure that we are being very good stewards of the environment. One of those things, of course, is to make sure we're using fuels, electricity efficiently. So for us, reducing our global carbon footprint, reducing our energy consumption is very vital to our business. Solar tube adds another dimension for us. We can build our factories with high efficiency lighting, but in some areas we have to have false ceilings and enclosed rooms, such as our fillers. Solar tube gives us the advantage of being able to get natural light in during the daytime without using artificial light in those areas where we cannot use skylights. Any technology we can to reduce our energy in our factories and to make a better and safer workplace. So using a technology like solar tube, which gives us the ability to channel natural daylight, is an inherent advantage not only from our energy standpoint, but also from food safety and from personnel safety. أهم حاجة في توفير الطاقة إنك تحاول ما تستخدمش طاقة على قد ما تقدر. ميزة في السولار تيوب أو في السولار سكاي لايت اللي بنستخدمها إن في أثناء النهار ما بستخدمش في الأماكن اللي هي مش منورة بالطبيعة زي تحضير الشراب زي الفيلينج رو أريا، دي كلها بتستخدم طاقة أنوار. أما حطينا السولار تيوب منعنا استهلاك الطاقة أصلا أثناء وجود الضوء في النهار. إحنا عندنا في 6 مصانع لغاية دلوقتي عندنا 250 وحدة في منطقتين بنستخدمهم لغاية دلوقتي، الفيلينج أريا وتحضير الشراب. من ضمن أساس شركة كوكاكولا إن إحنا المصادر بتاعت زي المية الكهرباء بنهتم بيها نظرا لندرتها والمشكلة العالمية الموجودة في الطاقة في مصر خاصة. فإحنا بنولي أهمية كبيرة قوي بالنسبة للطاقات المتجددة والطاقة النظيفة للحفاظ على البيئة برضو، فإحنا متجهين اتجاه كامل إن إحنا نعتمد على الطاقة المتجددة وخصوصا الطاقة الشمسية. هي طاقة نظيفة للبيئة. نمرة 2، إحنا بنحاول نوفر الطاقة. نزل ارتفاع سعر الطاقة دلوقتي، الكهرباء وخلافه بتزيد على مدار الخمس سنين اللي جايين، وندرتها كمان اللي بتأثر على الإنتاج والتوسعات والاستثمارية بتاعتنا في مصر. فكان لازم إن إحنا ندور على حاجات بديلة بحيث إن إحنا نقدر نوفر طاقة مستمرة عشان تقدر تلبي احتياجاتنا من الطاقة الاستثمارات المتزايدة كل سنة. إحنا بداية تعاملنا معها كانت بداية موفقة، شركة محترمة ملتزمة بتيجي بتعمل سيرفي، بتقدم البروبوزل بتاعهم بكل التعديلات اللي بنطلبها والمواصفات اللي بنطلبها بتوفرها، وكان استجابتهم كويسة جدا بصراحة. زي ما حضراتكم شايفين احنا داخل احدى النقاط اللي تم تركيب فيها وحدات الاضاءه سولار تيوب عن طريق شركه طاقه مصر. لو حضراتكم لاحظت معايا هنا هتلاقوا وحدات الاضاءه سولار تيوب موجوده ورايا، وجنبيها مباشره وحدات الاضاءه كانت موجوده قبل كده اللي بتشتغل بالطاقه الكهربائيه العاديه. ولكن قدرنا الحمد لله عن طريق الديزاين المظبوط ان احنا نحقق التارجت لاكس، بالعكس احنا نحقق كمان نزود اللاكس عن اللي كان موجود قبل كده، اللي كان هدف المصنع وهو بيعمل الديزاين انه ما يقلش عن التارجت لاكس المطلوب منه والستاندرد المطلوب عالميا. طبعا في تحديات كتير واجهتنا بصراحه، من اهمها ومن ان المسافه ما بين الارضوف والفول سيلينج كانت عاليه جدا، فازاي نقدر نحافظ على التارجت لاكس على هذا الارتفاع. قدرنا الحمد لله نشتغل بالسيفتي والريكويرمنت المطلوبه بدون اي مشاكل. طبعا التحديات اللي قابلتنا داخل المصنع، اول حاجه السيفتي ريكويرمنتس، ازاي نقدر نحافظ على سلامه العمال بتوعنا وازاي نقدر نشتغل في ظل الظروف اللي هنا الامنيه داخل المصنع، الفود سيفتي وازاي الشباب يكونوا كلهم مؤمنين ومحافظين على جوده وكفاءه المكان في نفس الوقت، زائد الارتفاعات العالية اللي كنا بنشتغل عليها والمسافة الكبيرة في الفول سيلينج ما بين الروف ما بين نقاط التركيب، وزي في نفس الوقت نحافظ على كفاءة السيستم أثناء التركيب وبعد التركيب. والحمد لله شركة طاقة مصر قدرت تنفذ كل المطلوب منها بكل الريكويرمنتس المصنع بيحطها.